السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا الحمد لله الغني الشكور التواب الغفور، أحمده سبحانه بيده مقاليد كل شيء وإليه تصير الأمور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب الشاكرين ولا يحب كل مختال فخور، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله السراج المنير والنذير البشير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الهمم العالية والعزائم الماضية والسبق إلى معالي الأمور. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بأن تكون التقوى منا على بال، وأن نلازمها في كل حال، وأن نشكر الله جل وعلا على كل نعمة أنعم بها علينا، وأن نخافه سبحانه من قلة الشكر عليها أو معصية الله تعالى بشيء منها أو نسبتها إلى غيره بإضافتها إلى أسبابها أو إلى أشخاص الناس أو أي أحد من الخلق. عباد الله، إن من المتعين على كل عاقل أن يتعرف على نعم الله تبارك وتعالى عليه التي منحه الله إياها من النعم العامة والتي خصه الله تعالى بها وحرمها غيره من الخلق،
فإن التعرف على النعم مما يحمل العاقل المؤمن بالله واليوم الآخر على الشكر، ويحول بينه وبين الاستهانة بها أو الكفر. ألا وإن العاقل لو تصور قدر نعمة من نعم الله تعالى عليه ورأى عمله مقابلها لخجل من الله عز وجل، وإذا خجل وذرفت من عينه دمعة قدر الذباب فإن الله تعالى يحرمه بها على النار. أيها المسلمون، تعرفوا على نعم الله عز وجل وقارنوا بينكم وأنتم تتمتعون بها صباحا مساء يقظة وفي النوم، وانظروا كم من أمم الله وخلقه من حرموا من أنواع من النعم الجلة التي تتمتعون بها حتى تشكروا الله جل وعلا على إحسانه وتعترفوا له بفضله وامتنانه وتعملوا له بطاعته وتتبعوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن العبد إذا قارن بين حاله وما يتمتع به من نعم الله تعالى الخاصة أو العامة وبين من حرم شيئا من تلك النعم عرف مقدار النعمة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. وحسب العاقل أن يتصور لو أن الله تعالى ابتلاه بأذى في عضو من أعضائه كم يبذل من الأموال في علاج ذلك العضو، وكم يجود بالعضو لو أنه علم أو غلب على ظنه أنه إذا قطعه استمتع بحياته. فإن العبد بهذا يعرف مقدار النعمة ويشكر الله عز وجل على العافية، ويحن على من فقد هذه النعمة من إخوانه، ويتمنى ويدعو الله تعالى أن يحفظ نعمته عليه وأن يجود بنعمته على من فقدها، وبذلك يصير من المحسنين. فاشكروا عباد الله، اشكروا عباد الله ربكم جل وعلا على إنعامه، واذكروا له سبحانه فضله عليكم وإكرامه، واسألوا ربكم العافية من كل بلية والسلامة. أيها المسلمون، إن نكران الجميل وكتمانه من خصال اللئام التي يترفع وينأى عنها الكرام، فكيف إذا كان الجميل من فضل ذي الفضل والإنعام الملك القدوس ذي الجلال والإكرام؟ وكيف ونعمه سبحانه علينا لا تحصى كثرة ولا تخفى شهرة، ولا يستغنى عن شيء منها لحظة، ولا يحفظ منها ولا يحفظ شيء منها أو يستدام إلا بالاعتراف بها والشكر على الدوام لذي الجلال والإكرام على كل فرد من الإنعام الخاص بالعبد أو العام. فتفكروا معشر المسلمين فيما بكم من النعم واعترفوا بها لذي الجود والكرم، واشكروه سبحانه عليها بما يليق بها قبل أن تسلب فيتحقق الأسى والندم. فإن نعم الله تعالى عوار منه لخلقه، وإن النعم إذا شكرت قرت وتمت واتسعت، وإذا كفرت زالت وفرت وما رجعت. فإنه باستقراء أحوال المجتمعات وسنن الله تعالى المضطردات أن النعم إذا زالت لا تعود فضلاً عن أن تنمو أو تزيد. فاعتبروا يا أولي الألباب وقيدوا نعمكم بالشكر قبل الزوال والاستلاب. معشر المسلمين،
ما بكم من نعمة فمن الله، ليبتلي شكركم فيزدكم أو كفركم فيزيلها عنكم ويعاقبكم. ألم تروا أن الله جل وعلا أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فاشكروا إنعام الله تعالى عليكم إن كنتم إياه تعبدون، واذكروا آلاءه سبحانه لعلكم تفلحون. اشكروا نعمة الله عليكم، فإنه تعالى ربكم الذي رزقكم، فاشكروا له واعملوا صالحا، بلدة طيبة ورب غفور. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني كريم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معشر المؤمنين، اشكروا ولا تكفروا، فتكونوا ممن ذمهم الله بسبب كفرهم وحذركم من مصيرهم، الذين قال الله تعالى فيهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. وقال سبحانه: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال سبحانه: فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، كم لله تعالى علينا من النعم الكبار والمنح الغزار، التي لو تذكرها المرء خاليا لخجل من الله تعالى، إذ أن الله تعالى ينعم عليه ويسره ويعافيه، وهو يبارز الله تعالى بالمعصية ولا يفكر بقدرة الله تعالى عليه. أيها المسلمون، كم من نعم الله تعالى العامة علينا في بلادنا هذه، فإن الله تعالى أنعم علينا أولاً بأن هدانا للإسلام، ويسر لنا ما شرعه تعالى فيه من الأحكام، ومع ذلك أسبغ الله علينا النعم وعظم الأجور، ويسر مكفرات الذنوب وموجبات المغفرة، وهو تعالى الغفور الشكور. عباد الله، إن الله تعالى قد أنزل عليكم المطر وأنبت لكم الحب والثمر، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وما في البحر، ووهبكم السمع والفؤاد والبصر، وعافاكم أكثر الدهر، وعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وحذركم من الإخلاد إلى الدنيا والغفلة عن القبور والمحشر، وذكركم بأحوال الموتى وأحوال القبور وما ينتظرهم يوم البعث والنشور، حتى لا تغتروا بمن غفل عن أجله وسعى لاهثا وراء عمله وترك حق الله تعالى عليه وما ذكر قدرة الله تعالى عليه. أيها المؤمنون، اشكروا الله تعالى على نعمه، وإن تشكروا يرضه لكم، وأنه تعالى يجزي من شكر. وتوعد الكافرين المجرمين بنار جهنم بسقر، وقال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إلى قوله سبحانه في الشاكرين:
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها المؤمنون، وكم في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحظ على الاعتراف بالإحسان وشكر الإنعام، وبيان أن من لم يعترف لله تعالى بالفضل وللخلق من أهله بالفضل لم يشكر المنعم على نعمته، فإن ذلك من الكفر يستوجب به زوال النعمة وحلول العقوبة في الدنيا وفي والنار في الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله تعالى؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجزه، أي ليجزي المعطي على عطائه مكافأة له، ومن لم يجد فليثني، أي ليذكره بخير وليدعو له بخير، فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر. رواه أبو داود والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله تعالى شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. ومن آثار السلف الصالح معاشر المؤمنين في هذا الباب ما يبين فضل الشكر وشؤم الكفر، قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، قال: كفور. وقال الحسن البصري رحمه الله: الكنود الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه. وقال سعيد بن جبير رحمه الله في أصحاب الجنة: الذين أقسموا ليصدمنها مصبحين ولا يستثنون، عزموا على منع الفقراء نصيبهم من جنتهم فعوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح والصدقة، فلم يبق لهم شيء. قال كعب الأحبار رحمه الله: ما أنعم الله على عبده من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله تعالى نفعها في الدنيا ورفع له بها الدرجة في الأخرى. وما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرها ولم يتواضع بها لله إلا منعه الله تعالى نفعها في الدنيا وفتح له طبقات من النار يعذبه بها إن شاء في الأخرى. وقال ابن الأثير رحمه الله: من كانت عادته وطبعه كفران النعم نعمة الناس وترك شكرهم عليها كان من عادته كفر نعمة الله عز وجل وترك الشكر عليه. وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وكفرها دخل النار. قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، هي المساكن، يعني النعم هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثوه فورثونا إياه. وقال غيره: إنكارهم إياها أي النعمة أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت بكذا وكذا، ويقول: هذا مالي ورثته عن كابر، ويقول: هذا مالي حصلته عن سياسة مني وخبرة، إلى غير ذلكم من أقوال السلف التي تحذر من إنكار النعم وكفران الجميل، وتنذر بشؤم عاقبتها على الكافر لها في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا نعمة الله عليكم، واذكروها واشكروها، واعترفوا بها، وأثنوا على الله تعالى بها، وحدثوا أنفسكم وغيركم بها، ولا تنسوها فتكونوا من أنساه الله تعالى نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به
لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات، أستغفره يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإن الوصية بالتقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين، وبحسب نصيب المرء منها تكون ولاية الله تعالى له ومحبته وإسعاده إياه في الدارين. ألا وإن الشكر من أعظم خصال التقوى، فاذكروا نعم الله تبارك وتعالى عليكم واعترفوا له بها واستعملوها في طاعته، ولا تتخذوها سلما لمعصيته حتى تكونوا من عباده الشاكرين المحسنين. وتذكروا ما فضلكم الله به على كثيرين من الخلق من الدين والسير على منهاج أهل الصدق، وما زادكم الله تعالى من فضله من عافية الأبدان وأمن الأوطان وقوة الولاية ونصحها لكم وسعيها على توفير أمنكم ورزقكم وحفظكم من أهل الفتنة والشر والنفاق. ومع ذلك كله فأنتم في خير البلاد المشتملة على متنزل الوحي ومنطلق الرسالة وقبلة الصلاة، وتضم أفضل المساجد وخير البقاع ومواضع المناسك ومأرز الإيمان ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم وخيار جملة أصحابه الذين هم خير أتباع الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم أجمعين. أيها المسلمون، تذكروا ما أنتم فيه من جلائل النعم الخاصة والعامة والتي لا تحصون أجناسها فضلاً أن تعدوا أفرادها. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فاشكروا الله تعالى على إنعامه، واعترفوا له بفضله وإكرامه، وأحسنوا صحبة النعم وأحسنوا بها إلى مستحقيها طمعا لمزيد ذو الجود والكرم، ولا تستقلوها فتحتقروها، ولا تملوها فتسأموها فتتسببوا في زوالها عنكم وتبدلكم بأضدادها. عباد الله، إنه ينبغي المسلم أن يتذكر النعم وأن يأخذ مفاتيحها، فإن من نعم الله تعالى على عباده التي ينساها كثير من الناس، إن من نعم الله تعالى الشخصية المنسية من كثير من الخلق ما ذكره أهل الخبرة، أن الإنسان يتنفس في اليوم والليلة 24,000 نفس، وكل نفس منها يحتاج إلى تيسير من الله تعالى وإعانة وصرف العوائق، ولله تعالى على كل عبد في اليوم والليلة، فلله تعالى على كل عبد في اليوم والليلة 24,000 نعمة في النفس فقط. عباد الله، ومن نعم الله الشخصية المنسية أن الله تعالى جعل في رأس ابن آدم 4 أعين جارية ما تستقيم حياته ولا تتحقق صحته إلا بالتمتع بها، فعين جارية في عينيه مالحة لتحفظ العينين مما يؤذيها، وعين في أذنيه مرة لتهلك ما دخل فيها، وعين سائغة حلوة في الريق لأجل أن تستسيغ النعم ويحصل الابتلاع ويتلذذ الإنسان بالطعام والشراب، وعين في الأنف ليست حالية ولا مرة من أجل أن يترطب الأنف وأن يحفظ ما وأن لا ينفذ ما يدخل فيه من الهواء إلى جوف البدن، بل يبقى أثره ودنسه في الخياشيم تمكن إزالته. فهذه من نعم الله التي يجهلها كثيرون من الخلق. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وفي حديث آخر: إن ابن آدم ركب على 360 مفصل، أي سلامة لله تعالى عليه شكر على كل نعمة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة. الحديث إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فمن تصدق عدد 360 في يوم أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. وفي الحديث الثالث قال: ويجزئ من ذلكم ركعتان يركعهما من الضحى. فاشكروا عباد الله نعم الله وتدبروها واعترفوا بها واستعملوها في طاعته، واحذروا من استخدامها في معصيته، ولا تنسبوها أي لغيره حتى تكونوا من الشاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لاستعمال نعمك والاستعانة بها على طاعتك. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين بنعمك عليك مثنين، وأتمها علينا وعلى سائر إخواننا المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا والمسلمين في من خافك واتقاك وحذر غضبك وطلب رضاك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسلك بنا سبيل أولي التقى، واجعلنا مباركين أينما كنا، وكف عنا بأس الذين كفروا والذين ظلموا والذين نافقوا، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم انصر جنودنا المرابطين المجاهدين يا رب العالمين، وآمن أوطاننا وسائر أوطان المسلمين، وأنزل عقوبتك بالكافرين المجرمين والجاحدين المفسدين وسائر الظالمين يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، تراصوا الصف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.